يراودني شعور غريب، أنا طالبة عادية. هذا الفيديو رائع. أهم، أنا هنا. من تظن نفسها؟ ابتعدي عن طريقي. يا رفاق، على مهلكم، سألتقط صورا معكم. أجل، هذه أنا. صوروا أجمل زاوية لوجهي. أنت لطيفة ومتواضعة. أو مرحبا. كم أفتقد هذه الحياة. مرحبا، أتحتاجين إلى مساعدة؟ أهلا، دعيني أحضره لك. شكرا. مستحيل، يجب أن أذهب الآن. أنتم الأفضل. يجب أن أذهب. مرحبا، أنا معجب بك. هل يمكنني اصطحابك إلى الصف؟ طبعا، سأسعد بذلك. ستكون هذه الحفلة رائعة. أوه آني، تبدين رائعة. يا ذوقك في الملابس لا يعلى عليه، حتى زوج حذائك أنيق. انتظري، لا يمكنك الدخول مباشرة، يجب عليك الخضوع لفحص طول. لا نريد السماح بدخول أي أطفال للحفلة. هيا سأتأكد فقط من أنك طويلة بما يكفي لدخول الحفلة. أجل، طولك مسموح به. مرحبا جون، سأتحدث إليك لاحقا. أوه، لقد أخفتني حتى الموت. واو، يمكنك التسلل خفية. جوارب قديمة وأحذية رياضية. جون، ألقي نظرة عليها. عظيم، تعالي هنا حتى أتحقق من طولك. لست قريبة حتى. آسف، أعثري على مكان آخر للاحتفال فيه. هل يمكنك استثنائي والسماح لي بالدخول؟ أوف، لقد طفح الكيل. قلت لا يعني لا، وأنا أعني ذلك. أغربي الآن عن وجهي. حاضر، سأرحل الآن. من الأفضل لي عدم حضور هذه الحفلة الغبية. أنا متأكدة من أنها تعج بأشخاص لائمين مثله. لحظة، خطرت لي فكرة. نعم، ستنجح بالتأكيد. سأخلع حذائي الآن، ثم سألف جوربي بعناية. بعد ذلك سأخلعه من قدمي، لكن يجب أن أواصل طيه. هكذا، أصبح مضغوطاً الآن. سأضعه في كعب حذائي، ثم سأعيد قدمي في حذائي، وانتهيت. سيزيد الجوربان في حذائي من طولي. مرحباً، لو سمحت أريد دخول الحفلة. أنت مجدداً؟ تحقق من طولي مرة أخرى. أوف، طيب، لكن ذلك لن يحدث أي فرق. أترين؟ إنه الطول نفسه. مهلاً، زاد طولك. كيف يعقل ذلك؟ لا أرى أي حيلة أو ما شابه. القواعد هي القواعد، يمكنك الدخول. مرحى، أنا قادمة أيتها الحفلة. كيف طالت بهذه السرعة؟ لا أكترث بذلك. انحني وابقى مكانك، أنا أشعر بالتمدد. إلى الجانب. أوف، رائحتها تصرع. أنا أتصبب عرقان. هذا واضح، أشعر بالدوار. أليكس، هل أنت بخير؟ من قال ذلك؟ أين أنا؟ هل فقد وعيه بسببي؟ أحتاج إلى مزيل عرق جديد. وجدتها. سأحضر ليفة تقشير وماء. حان دور الصابون. سأفرك الليفة على الصابون وأفرك الإبط بها. سأحضر الآن بعض الطين وأضيف له عصير الليمون. سأمزج الخليط. عندما يصبح قوام الطين سائلاً سأنتقل إلى الخطوة التالية. سأدهنه على الإبط بفرشاة. سأتركه حتى يجف، شكله غريب. ثم سأستخدم الليفة لإزالته. رائحتي منعشة. هل أنت مستعد للعودة للتمرين؟ ابتعدي عني، أنا مسلح لمعطر جو. رائحتي جيدة، افحص. سأحكم بنفسي. حسناً، أنا أصدقك. لنواصل التمرين.
هذه حفلة رائعة. أنا أحب حياة الشهرة. أنا أستمتع بوقتي هنا. شاهدوا هذه الحركات. أوف، أشعر بالتعب، يجب أن أجلس. تبدون رائعين. أو كولا، أحتاجها. الرقص مهمة صعبة. هيا افتحي. أوه، احترسي. لا، آسفة، كان مجرد حادث. خذي هذا المنديل لمسح الكولا، سيساعدني كثيرا. اجلسي هنا. أعتذر بشدة. لا بأس. ها؟ استعدت أناقتي. كم أنا سعيدة. أجل، عدت لطبيعتي. يا تعالي، لقد اشتقت لك. ما الذي تنتظرينه؟ المهمة ليست صعبة، تعالي لي. كيلانا، كم أنت لطيفة. لا تزال هذه البدلة بحالة جيدة، إنها ذكرى جميلة من جدي. أبدو أنيقا. مرحبا، هل هذا ما سترتديه؟ وهذا الحذاء، ماذا تفعل؟ إنها حفلة روك. لم أحضر حفلة روك من قبل، ظننت أن البدلة مناسبة. لحظة، حلق شفتي، لن يؤلمك هذا. ماذا ستفعلين؟ مستحيل. ستبدو رائعا، صدقني. لا. أو نعم. لا تقتربي مني. ثق بي. ابتعدي عني، لا أريد أي خرم في جسمي. هل حقاً؟ وجدتها. أحضر دبوس دباسة، سيصبح حلق أنفك الجديد. أحضر قلماً واستخدمه لتدوير الدبوس. وهذا كل شيء. هل أنت مستعد؟ رحب بخرمك الجديد يا صاحبي. لا حاجة لعمل خرم حقيقي. أشعر أني نجم روك، والجلد يبدو رائعاً عليّ.